السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم معايا في قناة العيون ميد مع فيديو جديد غادي يكون حول الطريقة كيفاش يمكن لنا نديرو الفرو لواحد البئر، يعني كيفاش يمكن لنا نعرفو الصبيب ديال داك البئر باش يمكن لنا نختارو البومبة اللي غادي تطلق لداك البئر، وباش نعرفو كل شيء. هاد الشيء كنتمنى أن اللي ما مشاركش في القناة يشترك ودعمونا باللايكات ديالكم ونتلاقاو من بعد هذا الفاصل. السلام عليكم مرة أخرى، كما قلت في البداية بزاف ديال الناس كيكون عندهم شي بئر وفيه المياه لكن ما كيعرفوش اش من مضخة أو بومبة اللي يمكن لهم يديروا في ذاك البئر، بحيث أن كاين بزاف اللي كيديروا شي بومبا كتكون كبيرة على داك البئر، ولا كتكون عندها واحد البوتنسيال اللي هي مجهدة، والبئر كتجبد كاع داكشي ديال الماء وكيبقى البئر بلا ماء، وكيقول داك الانسان بلي ان ما عنديش بزاف ديال الماء ودغيا كيتقاضى الماء، ولكن ضروري ان البئر دير ليه البومبا اللي غتليق ليه على حساب الصبيب ديالو باش تبقى البومبا خدامة ديما والماء ما كينقش. وباش غادي نعرفوا البومبا المناسبة غادي نحاولوا نشرحوا الطريقة كيفاش كيدار الفورو او كيفاش يمكن لك تحدد الصبيب ديال داك البئر، وهكذا يمكن لك تعرف البومبا اللي غتستعمل لداك البئر. فإلا فرضنا عندنا هذا هو واحد البئر، نفرضوا البئر عندنا فيه 10 الأمتار، ونفرضوا عندنا المياه المستوى ديالها تقريبا 7 الأمتار. فاول شيء غادي نجيبو واحد البومبا اللي غادي نحاولو نقومو بهاد العملية بها باش نحددو الصبيب. نفرضو عندنا هذه هي البومبا، تكون عندها واحد دير واحد لابان، ولا على حساب كاينين البومبات اللي كيكونوا الفوق، يعني داك الموتو بومبا اللي كيخدموا بليسانس ولا بهادي، تكون عندها واحد لابان، ولا لقينا نديرو ليها واحد العداد اللي كيحسب بحال العدادات اللي كيديروا اصحاب الماء، كيكون مزيان باش يمكن لينا نعرفوا شحال من لتر كنخرجوا. كان عندنا داك الموتور ولا كيسموه موتو بومبا، كيمكن لينا نتحكمو من خلال الكسيراتور ديالو ونعبرو بشي سطل بالثانية ولا بالدقيقة باش نعرفو شحال ديال الصبيب اللي كيخرج لينا بهاد الموتور هذا ولا هاد البومبا اللي مستعملين. فكما قلت لكم ملي كان تكون عندنا البومبا هي هذه وعندنا الارتفاع ديال البئر اللي هو 10 الأمتار وعندنا المستوى ديال المياه في 7 ديال الأمتار، فأول شيء غادي نحاولو نعبرو المستوى ديال المياه نحددوه، ومن بعد كان ناخدو واحد التوقيت اللي كنبداو فيه وكنشغلو البومبا تاعنا، ومني كنشغلو البومبا كنحاولو نعرفوا شحال كتخرج لينا هاد البومبا، فنحاولوا نتحكموا في البومبا كما قلت لكم، اما يكون عندنا واحد العداد وواحد الكسيراتور اللي كنقصوا ليها ولا نزيدوا ليها، ولا واحد لابان اللي كنتحكموا منه باش نتحكموا شحال من لتر غادي يخرج لينا هنايا. فدائما
في البداية كنحاولوا نبداو بواحد الكمية اللي كتكون قليلة، فعلى سبيل المثال كنبداو بواحد لتر في الثانية، وكنحاولوا نشدو الوقت. في البداية كل 2 دقائق كنحاولوا نحسبوا المستوى ديال المياه. فهنايا عندنا كما قلنا عندنا المستوى ديال 7 الأمتار، وكل 2 دقائق كنجيو نحسبو هاد المستوى. ودائما كنبداو كما قلت لكم 2 دقائق، 4 6 8 10، يعني كنتمشاو ب2 دقائق. ملي كنوصلو ل10 نبداو نحسبو ب5، 10 15 20 25 30 حتى كنوصلو ل100. ملي كنوصلو ل100 كنبداو نحسبو ب10 دقائق، 20 30 40 حتى كنوصلو ل100 مرة أخرى. ومن بعد 10 دقائق كندوزو 15 دقيقة، من بعد 15 دقيقة كندوزو 20 دقيقة، وحنا غاديين كنرفعو في التوقيت. كيف ما قلنا في كل 2 دقائق كنجيو كنحسبو المستوى ديال المياه. دائما في البداية غادي يبقى ينخفض لينا المستوى ديال المياه. نفرضو مثلا في واحد التوقيت زمني جينا حسبنا ولقينا المياه وصلت ل6 ديال الأمتار، ومن بعد عاودنا واحد التوقيت زمني لقيناها مازال في 6 الأمتار، وبقات واخا كيتزاد التوقيت هاد المستوى تاع المياه ما بقاش كينخفض عندنا. مني ما كيبقاش ينخفض عندنا داك المستوى ديال المياه، كنحاولو نزيدو في الصبيب ديال هاد البومبة هادي. فكنا اختارينا في الأول 1 لتر، دابا غادي ندوزو لتر ونصف في الثانية. منين كنزيدو في الصبيب ديال هاد البومبة، يعني نقدروا نحلوا لابان ولا نزيدوا شويه في الكسيراتور على حساب البومبا اللي عندنا باش مشغلين، كيبدا الصبيب مره اخرى كينخفض لينا، كيبدا ينخفض حتى كنوصلوا لواحد توقيت زمني اللي كيستقر لينا مره اخرى. مني كيستقر لينا مره اخرى كنحاولوا نزيدوا في الصبيب ديال هاد البومبا، يعني نزيدو لواحد 2 لتر في الثانية. والزيادة كما قلت لكم على حساب البومبة اللي عندنا، إما من اللابان ولا من الكسيراتور، داكشي على حساب. كنزيدو في البومبة تاعنا، وكنبقاو عاوتاني كل توقيت غنبقاو نجيو نحسبو كل توقيت كنجيو نشوفو المستوى ديال المياه وحنا غاديين، حتى كان نستقروا عاوتاني في واحد المستوى اخر. ملي كان نستقروا كنحاولوا نزيدوا في المستوى. هنايا غنزيدوا 2 لتر ونصف، 2 لتر ونصف في الثانية، وكنبقاو غاديين في هذه العملية حتى كنوصلوا لواحد الصبيب. نفرضوا الصبيب ديال 10 لتر في الثانية، وما بقاش كيبغي يستقر لنا الماء، ربما حتى يخوى لنا البير. ملي كنوصلو لهذا الصبيب هذا اللي ما بقاش كيبقى يستقر لنا فيه، ما كتبقى ملي كنوصلو لهذا الصبيب هذا اللي ما بقاش كيستقر لنا المستوى تاع المياه، يعني كنعرفو أننا فتنا الصبيب القانوني ديال هاد البئر هذا.
فهنايا كما قلت لكم وصلنا العشرة ديال الليتر، والصبيب صافي ما بقاش كي يستقر لينا، والبير مشى حتى خوالينا. يعني كنعرفوا بلي ان الصبيب اللي قبل منه سواء كان سعود لتر في الثانية أو 8 لتحت، فكان عرفوا أن الصبيب اللي قل من هاد الصبيب ديال 10 لتر هو صبيب ديال هاد البئر هذا. يعني هاد البئر كيعطينا قل من 10 لتر في الثانية. ولا بغينا نديروها في واحد المنحنى اللي هكذا، نفرضوا اننا بدينا في هذا المستوى ان المياه كتنخفض لينا. هنايا عندنا الامطار كتنخفض لينا وكتوصل لواحد المستوى وكتبقى مستقرة. هنايا عندنا الامطار وهنايا عندنا شحال من لتر. ففي البداية منين بدينا بواحد لتر، فالمياه بدات كتنخفض كتنخفض وهي استقر لينا. منين كان نزيدو في الصبيب ديال البومبا، منين بدات كتعطينا لتر ونصف، عاوتاني مرة أخرى انخفضت واحد شوية وهي تستقر لينا. منين كان نزيدو 2 لتر، عاوتاني كتنخفض وكتستقر لينا، حتى كنوصلو لواحد المستوى اللي ما كتستقرش لينا وكيخوى لينا البير. ملي كنوصلو للمستوى اللي ما كيستقرش لينا المستوى ديال المياه، فتما كنعرفو اننا فتنا الصبيب ديال داك البئر. وهكذا كنعرفو بلي ان الصبيب اللي كان عندنا قبل من هاد الصبيب اللي ما كيبقاش يستقر لينا فيه المستوى ديال المياه هو الماكسيمو اللي كيعطينا داك البئر. وتما كنعرفو بلي ان البئر مشحال كيعطينا الماكسيمو ديالو والمينيمو ديالو، يعني ابتداء من 1 لتر حتى 9 ديال اللترات تاع المياه اللي كيعطينا داك البئر في الثانية. وهكذا كنكونو عارفين بلي ان البومبا اللي غادي نشريو تكون ما بين 1 لتر حتى 9 لتر. هذا بالنسبة لشحال من لتر بغينا ديال المياه. وهكذا كيمكن لك تعرف اش من بومبا اللي يمكن لك تدير في ذاك البئر. اذا كانت هذه هي الطريقة باش يمكن لنا نحددو البومبا ديال شحال من لتر اللي يمكن لنا نديرو في البئر. اما بالنسبة باش نحددو البومبا ديال شحال من بار، فغادي نشوفوها في الفيديو الماجي ان شاء الله. وحتى لهنايا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقة. وبالنسبة اللي ما فهمش شي حاجة يمكن ليه يخليها ليا في التعليق وغادي نحاول نجاوبه عليها. وكنتمنى ان يكون عجبكم الشرح ديال اليوم، وما تنسوناش باللايكات تاعكم والتعليقات ديالكم باش تحفزونا. والسلام عليكم حتى الفيديو آخر إن شاء الله.